السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حلقة جديدة من حلقات دروس قناة نجمة عرفان لدروس التكوين المهني وإنعاش الشغل. اليوم غادي نخدمو لا ميثود دو كاكو. كيف ما تلاحظوا معايا هنايا، هذا هو الكور اللي بغى يلقى واحد الأيقونة على شكل دائرة على الشاشة، أو لا تلقاو رابط أسفل الفيديو باش تليشارجيو هاد الدوكيمون. هاد هنا عندنا الكور في لا دومين دابليكاسيون او لا الفيريفيكاسيون اللي خصنا نديرو قبل ما نطبقو هاد الميثود. هادي عندنا هنا البرينسيپ ديال هاد الميثود، الميثود ديال الكالكول بالنسبه للشارج ريبارتي وبالنسبه للشارج كونسونطري. عطينا كذلك هنايا القيمه ديال كا كيفاش كنلقاوها بهاد الشيل هذا. عطينا كذلك هنا اون بتيت ابليكاسيون باش نحسبو لي فالور دو مومون طرافي، وعطينا لي كومبينيزون داكسيون. هادشي غادي نهضروا عليه ان شاء الله في هاد التمارين اللي جايين. هذا هو التمرين اللي غادي نخدمو. دونك في الميثود ديال كاكو كنخدمو ثلاثة ديال الحالات. الحالة الأولى هي ملي كتكون عندنا هاد لا شارج على هاد الشكل هادي، غادا غيب بارتي غادا كامل بنفس الكيفية، حتى وحدة ما كبر من الأخرى، غادي كاملين قد قد. الحالة الثانية هي هادي، كتكون وحدة شارج غيب بارتي صغيرة والأخرى كبر منها، هادي صغيرة والأخرى كبر منها. الحالة الثالثة كتكون على هاد الشكل اللي هي العكس ديال هاد الحالة هادي، كنبداو بالكبيرة من بعد هاد لاشارج صغيرة، هادي كبيرة وهاد لاشارج صغيرة. غندرسو هاد ثلاثة الحالات كاملين ان شاء الله، وغادي نبداو بالحالة الاولى اللي هي هادي. فهاد الحالة هادي عطاونا في التمرين الجاي كتساوي 20 وكيو كتساوي 30. كيف ما كنعرفو الا كنا غادي نخدمو هاد التمرين في ليطالي ميتو سيرفيس، غنديرو بي كتساوي جي بلوس كيو، يعني غنجمعو 20 و 30 غتعطينا هي 50. لكننا غادي نخدموها في ليطالي ميتو اولتيم، غندير 1.35 في جي زائد 1.5. في هاد الحالة طالبين منا أن نحسبو لهاد الميثود دو كاكو في ليطا ليميت دو سيرفيس. ها هي، دونك غنستعملو هاد القاعدة هادي اللي هي بي كتساوي جي بلوس كيو. هاد الميثود ديال الجدول هي ميثود سهلة بزاف باش نبسطو كتر الكالكول ديال هاد الميثود ديال كاكو. نقدروا نستعملوا نفس الطريقه اللي استعملنا في الميثود ديال فورفيتير بلا ما نستعملوا الجدول. اللي ما شافش الفيديوهات ديال ليكسبليكاسيون ميثود فورفيتير، المرجو الرجوع الى القناه ديالي اللي الرابط ديالها اسفل الفيديو باش تراجعوهم هما الاولين، حقاش الميثود متقاربه كان اختلاف بسيط. دونك انا هنايا استعملت هاد الميثود حقاش ساهله. اول حاجه كنحطو الشكل ديال لا شارج عندنا هنا، كنحطو هاد الجدول هذا على هاد الشكل. اول خانه كنديرو فيها لابوي، عندنا هنايا لابوي هو هاد المثلث هذا اللي هنايا، كنحسبو شحال عندنا من ابوي. عندنا هاد الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه، خمسه ديال لي زابوي، ولابوي الاول كنسميوه صفر. عندنا لابوي الاول حطينا ليه صفر، هذا حطينا ليه واحد، هذا حطينا ليه جوج، هذا حطينا ليه ثلاثة، هذا حطينا عليه 4. من بعد في الخانه الثانيه غنحطوا لي طرافي. لي طرافي هما هاد المسافات ما بين لابوي ولابوي. عندنا الطرافي الاول ها هو، الطرافي الثاني غنحطوا ليه 2، هذا الثالث وهذا الرابع. من بعد غنحطوا لا لونغور، لا لونغور ديال هاد الطرافي، كل طرافي شحال الطول ديالو. الطرافي الاول الطول ديالو 3، الطرافي الثاني الطول ديالو 2.8، الطرافي الثالث الطول ديالو 3، الطرافي الرابع الطول ديالو 3. هاد لي لونغور هادو كيكونوا هما اصلا عاطينهم في التمرين، يعني انت عارف كتجي وكتحط هاد لي فالور هادو. من بعد كنطبقوا هاد القاعده هادي اللي شفنا في الكور. هنايا كيقول لينا بلي بالنسبه لي طرافي اللي جاوا في الوسط، فحنا كنضربوا في واحد الكويفيسيون ديال 0.81 فوا لا لونغور ديال الطراف. دونك هاد الطرافي اللي جا في الجنب غيبقى الطول ديالو هو 3، الطرافي اللي جا عاوتاني هنايا في الجنب الطول ديالو هو 3 غيبقى هو. وبالنسبه للطرافي اللي جاوا في الوسط غنضربوا في هاد الكوفيسيون ديال 0.81 في هاد الطول ديال الطرافي. دونك هنا غنديرو 0.81 في الطول ديال الطرافي اللي هو 2.8. من هنا نحسبوها في الآلة الحاسبة غنلقاوها كتساوي 2.26. كذلك بالنسبه للطرافي ال 3 غنضربو الطول ديالو في 0.81 غتعطينا هي 2.34. من بعد غنديرو الخانه الرابعه اللي غادي نحطو فيها داكشي اللي خرج لينا في بي من حسبناها، بي كتساوي جي بلس كي. بما اننا عندنا هاد لاشارج هادي غادا بنفس الكيفيه
نفس العلو، دونك غادي نحطو 50 هنا 50 هنا 50 هنا 50 هنا. هاد القضية هادي غتلقاوها مختلفة بالنسبة لهاد الحالة الثانية، حقاش هنايا غنوليو نديرو جي بلس كي وهنا غنديرو جي، يعني هادي غتكون مختلفة على هادي. دونك ما تتابقوش الأحداث، هادشي غتشوفوه من بعد في الحالة الثانية. دونك غندوزو من بعد مني غنعمرو هاد الخانة، غندوزو نعمرو الخانة ديال لي مومو كيفما شفنا في الكور. بالنسبة لشارج اونيفورم مومو غي بارتي، المومو القاعدة ديالو هي هادي، كنديرو بي ويست ال ويست اس 3 زائد بي اس فوا لا لونغور اس اس 3 مقسومة على 8.5 عامل لي لا لونغور ويست بلوس لا لونغور اس. دونك هنا بالنسبة لهاد لي مومو، بالنسبة لي مومو ديال لي زابوي دو ريف ديما كيساويو صفر، هادشي ديجا ذكرناه بالنسبة لميثود فوق في التير. كذلك بالنسبه للميثود ديال كاكو، هاد لي زابوي اللي كيكونوا في القناه ديما المومون ديالهم كيساوي صفر، دونك غنحطو هنا صفر وهنا صفر، غيبقاو لينا لي مومون ديال هاد 3 ابوي اللي جاوا في الوسط. دونك بالنسبه لهاد لابوي هذا غنطبقوا القاعده اللي هي بي ويست فوا ال ويست اس 3 بلس بي ايست ال ايست اس 3 مقسومة على 8.5 عامل لي ال ويست بلس ال اس. ما علينا، بي ويست هنايا كتساوي 50، ها هي خرجناها هنايا، نضربوها في ال ويست اللي هي 3، ها هي اس 3 زائد 50 في هاد الطول هذا اللي هو 2.26 اس 3، وغنقسموها على 8.5 عامل لي 3 زائد 2.26. غنحسبوها في الآلة الحاسبة، هي غتعطينا هي 43.10. غادي نحطوها هنا ونزيدو عليها واحد ناقص، حقاش لي مومو ديما كيكونو سالبيين. ندوزو دابا نشوفو المومو ديال هاد لابوي هذا، نطبقو نفس القاعدة، نديرو بي ويست لي هي 50 مضروبة في 2.26 أس 3 زائد 50 مضروبة في 2.43 أس 3، وغادي نقسمو على 8 عامل لي 2.26 زائد 2.34 اللي غيخرج لينا كيساوي 32.47. غنزيدو على ناقص حقاش المومو خاصو يكون سالب. من بعد بالنسبة لهاد لابوي هذا، هاد لابوي الثالث، غادي نديرو ليه نفس القاعدة، غنديرو هي 50 مضروبة في 2.43 أس 3 زائد 50 مضروبة في 3 أس 3، وغنقسموها على 8.5 عامل لي 2.43 زائد 3. الخارج اللي غيخرج لنا في الآلة الحاسبة هو 44.49، وغنزيدو عليه هاد ناقص هاي حقاش المومو كيكون سالب. وبالتالي احنا كملنا هاد الخانة ديال لي مومو. غندوزو دابا نشوفو دلتا تي اللي غنحتاجوها باش نحسبو لي فور ترونشو. لي فور ترونشو القاعدة ديالو هي بي ال سور دو بلوس دلتا تي، وهاد دلتا تي هادي كنحسبوها بهاد الطريقة، كنديرو ام بي موا ام ا سور ال. بالنسبة للترافي الاولاني، غادي نديرو هاد المومو اللي خرج لينا في بي ناقص 43.10، وغادي نقصو منو داكشي اللي خرج لينا في المومو ديال لابوي الاولاني، وغادي نقسموها على ال اللي هو الطول ديال الترافي هذا اللي هي 3، غتعطينا الخارج هو ناقص 14.36، هي هذه اللي حطينا هنايا. كذلك بالنسبه للترافي الثاني، غادي نديرو ناقص 32.47 ناقص ناقص 43.10 مقسومة على طول ديال الترابي اللي هو 2.8، أتعطينا الخارج كيساوي 3.49. بالنسبة للترابي الثالث، غادي نديرو ناقص 44.79 ناقص ناقص 32.47 مقسومة على الطول ديال الترابي اللي هو 3، ويخرج لنا الخارج كيساوي ناقص 4.10. بالنسبة للترافي الأخير، غادي نديرو صفر ناقص ناقص
44.79 مقسومة على الطول ديال الترابي الأخراني هي 3 مقسومة على 3، أيعطينا الخارج هو 14.93. دابا ملي حسبنا دلتا تي غنحسبو لي فوغ ترونشون بهاد القاعدة هادي اللي كتقول لي فوغ ترونشون كيساوي بي فوا ال سوغ دو بلوس دلتا تي. غنحسبوها في البلوس وغنعاودو نحسبوها في الموا. عندنا بي عطاوها لينا كتساوي 50، هي اللي حسبنا هنا درنا 30 زائد 20، دونك غادي نديرو 50 اللي هي هادي مضروبة في ال اللي هو الطول ديال الترافي الاولاني 3 مقسومة على 2، وغادي نزيدو عليها داكشي اللي خرج لينا في دلتا تي، خرج لينا هنا ناقص 14.36، دونك زائد ناقص هي ناقص 14.36. ملي غنديروها في الكالكولاتريس غتعطينا هي 60.64. هادي حسبناها في الموجبة، من بعد غنعاودو نحسبوها في السالبة، يعني غادي نزيدو واحد ناقص قبل من بي ال سوغ دو، غنديرو ناقص بي ال سوغ دو بلوس دلتا تي، يعني غنديرو ناقص 50 في 3 على 2 ناقص ناقص 14.36، يعطينا التوتال مني غندخلو هاد العملية في الآلة الحاسبة 89.36. كذلك بالنسبة للترافي الثاني غنديرو 50 في الطول ديال الترافي اللي هو 2.8، غنقسموه على 2 وغنزيدو على دلتا تي اللي خرجت لينا هنا كتساوي 3.79، داكشي اللي غيخرج لينا غنحطوه في الموجب هنا. من بعد غنعاودو نحسبو نفس القاعدة، ولكن هاد المرة غنزيدو عليها ناقص، غنديرو ناقص بي اللي هي 50 في الطول ديال الترافي اللي هو 2.8، غنقسموه على 2 وغنزيدو عليها دلتا تي اللي هي 3.79، غتعطينا هي ناقص 66.21. وغادي نكملو بنفس الكيفية بالنسبة للترافي الثالث والرابع. من بعد من حسبنا لي فوغ ترونشو غادي نحسبو لي فالور دي مومون اون ترافي بهاد العلاقة هادي تي ا او كاري سور دو بي بلوس مومون، اللي هي هاد القاعدة اللي كتبت لكم هنايا. هاد تي هو لي فوغ ترونشو اللي حسبناه هنايا، غادي نستعملو فيه هاد اللي خرج لينا في الموجب، دونك غنشدو 60.64 اللي خرجت لينا هنا، غنرفعوها او كاري، هاهي حطيتها هنايا، وغنقسموها على 2 في بي اللي خرجت لينا 50 هي 20 زائد 30، وغنزيدو عليها المومو ا، المومو ا خرج لينا كيساوي 0، دونك ملي غنديرو هاد العملية في الآلة الحاسبة غتعطينا هي 36.77 هي هادي. بالنسبة للترافي الثاني غنديرو هادشي اللي خرج لينا في لي فوغ ترونشون الموجب 73.79، غنرفعوها او كاري، من بعد غنقسموها على 2 في 50 ونزيدو عليها داكشي اللي خرج لينا في المومو ا، خرجت لينا ناقص 43.10. ملي غنديرو هادشي بالكالكولاتريس غيعطينا كيساوي 11.35. الترافي الثالث غادي نديرو 70.9، داكشي اللي خرج لنا في لو فوغ ترونشون الموجب مقسوم نرفعو او كاري وغنقسموها على 2 في 50 ونزيدو عليها زائد ناقص هادشي اللي خرج لينا زائد ناقص 32.47. ملي غنديرو في الكالكولاتريس غيعطينا هي 17.79. وكذلك بالنسبة لآخر ترافي اللي هو ترافي ال 4، ومن بعد غنستعملو هادشي اللي خرج لينا في الخارج باش نرسمو الدياغرام ديال لي فوغ ترونشو و لي مومون اون ترافي. بالنسبة لي فوغ ترونشو نتوما غتكونو دايرين شكل بليشيل، غتكون عندكم واحد 60.64 هادشي اللي خرجنا في الموجب هنا، هادشي اللي خرجنا في السالب غيكون لتحت هنا 60.6 ها هي، ناقص 89.36 ها هي، 73.49 ها هي، هنايا ناقص 66.21، 70.9 ناقص 79.1، 89.73، وهنايا خلينا ناقص 60.07. وغنديرو الربط ديال هاد النقاط مع بعضهم البعض، هنايا كاين صفر وهنايا كاين 60.64، وغادي ننزلو هنا نطلعو ونزلو نطلعو وغادا حتى غادي نكملو الشكل ديالنا. هذا هو الدياغرام ديال لي فوغ ترونشون. بالنسبة للدياغرام ديال لي مومو غيكون على هاد الشكل هذا، تكون عندنا هنا صفر وهنا صفر
نحط هنا اللي خرج لنا في المومو ا، وهنا داكشي اللي خرج لنا في المومو انتخابي، وغنديروا الربط ديال هاد الدياغرام هذا باش في الاخير غيعطينا هاد الشكل هذا اللي ديجا رسمتو لكم. ديجا نتوما غيكون عندكم داكشي بليشير يكون داكشي مقاد، غيكون الشكل احسن. كنتمنى يكون هذا الفيديو مفيد بالنسبه لكم، باش تشجعونا اكثر مرجو الضغط على ايقونه صابوني اسفل الفيديو، ما تبخلوش علينا بلي جيم ديالكم وما تبخلوش علينا بلي كومونتير. بالنسبه للناس ديال دوزيام اني اللي محتاجين المساعده في البروجي دي فان ديوتيوب، خصصنا ليهم اللايف كل يوم خميس باش نتعاونوا معاهم في الشرح وفي الخدمه ديال هاد لي بروجي هادو. للمزيد من المعلومات المرجو مخاطبتنا على الفيسبوك اللي الرابط ديالو كاين اسفل الفيديو، وشكرا لحسن التتبع ديالكم.